السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناه بنت لالا ناجيه. الفيديو اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نفصل معكم العباءه اللي كنت وعدتكم بها. يعني هذا الموديل اللي تكلمت لكم عليه، غير هذه ما فيهاش بليه في الظهر. بالنسبه لهذاك الخيط اللي كتشوفوه مربوط في العنق، هذاك راه غير تزيين وصافي، يعني كتخيطوا واحد الشريط وتزينوا به. فاش فصلنا الشوميز قلت لكم ان شاء الله راه غادي نوريكم حتى الطريقه ديال العبايه تقريبا في حالها، في نفس الفصاله كيفاش كنفصلوها. طريقه جد سهله وكتجي صراحه مريحه في هذا الصيف. هذا عندك تويب ممكن تفصليه. فكرت واحد الطريقه انكم تفصلوها غير في 2.50 سنتيم، فقط 2 متر و50 سنتيم كافيه ان شاء الله. دونك كيفاش غنفصلوها اخواتي؟ هذا هو العرض اللي عندنا، 2.5 متر و50 سنتيم، وهنا عندنا العرض فيه متر ونص ان شاء الله يكون واضح. كنجي من هذه الجهه ديال الطول هو هذا، نقلب التوب ديالي يعني بهذا الشكل هذا. اصلا حافه القماش كتكون من جوج جهات، يعني في الجهه ديال الطول كتكون عندنا من هنا ومن هذه الجهه. غادي نطوي التوب ديالي على 4 بهذا الشكل هذا، هكذا كنخلي فقط قياس ديال لكم. هنايا احسن حاجه ديروها هي تاخذوا افضل طريقه اللي كندير انا باش كيبقى لي داكشي اللي كيشاط لي كيبقى لي كنستغله كامل. هنايا كنجي للنهايه ديال التوب وكنطوي واحد القيمه اللي هي غادي نشرحها لكم شنو هي. هي هاد النقطه من هنا لهنا خط الصدر، قرب لكم الصوره. هاد العدد اللي كنحتفظوا به هنايا كنقطعوه، هو غنفصلو منه لكم. وكيفاش كناخذوه؟ يعني كنجي لهنايا عرض الكتف مقسوم على 2، النصف ديالو هو اللي كناخذوه، نصف عرض الكتف زائد 1 سنتيم للخياطه، صافي. كنميل الكتف ب 3 سنتيم وكنجي لهاد النقطه هذه كنزل بنصف عرض الكتف، النصف ديالو واحد المنكة كناخذو من هاد النقطه حتى لهنا كنقسمو على 2. عرض الكتف مقسوم على 2 هو اللي كنزل به، وكنزيد عليه 2 سنتيم ولا 1 سنتيم، ولا كانت السيده زايده شويه في الوزن كنزيدوها حتى ل 3 ولا 4 سنتيم باش كيجيها التركيز مرتاح. واحسن حاجه هي 3 سنتيم كتكون مزيانه. دونك القياس اللي نزلنا به هو اللي كنحطو في هاد البلاصه هادي، ممكن نزيدو عليه سنتيم ماشي مشكل، صافي. وكنقطعو هاد الجزء هذا، غادي نقطع انا هاد الجزء هذا ونحتفظ به، هو اللي غيكون عندي ديال الكم. هاد العبايه كتفصلها ما كاملاش يعني ربع ساعه، ما كاملاش يعني فيها تقريبا هذا، يعني دغيا كتفصل ما كتاخدش الوقت بزاف. بعد ما كنستغلو يعني كنقطعو هاد الجزء هذا ديال الكم، هاد التوب اللي كيبقى ليا كنجي لهنا كنطوي على 4، يعني هكذا ديجا هو مطوي، يعني اصلا هو مطوي على 2، كنعاود نطويه مره اخرى بهذا الشكل هذا. يعني الطريقه جد سهله، هكذا كنعاود نطويه مره اخرى. كنجي هنا كنحسب على حسب نتوما شحال بغيتو ديروا في البليه. هذا الموديل غادي تجي فيه بليه في الظهر وفي الامام، يعني مره واحده كنفصلوه. غادي نحسب هنا 10 سنتيم، اللي ما بغاتهاش في الظهر ما ديرهاش في الظهر، انا ما بغيتوهاش في الظهر، حاجه سهله. غادي تجيو لهنايا يعني تفصلوا، تقطعوا هاد التوب تقطعوا على 2 هكذا، تفصل على 2 هاد التوب هذا. صباح ان كل قطعه بوحديتها، هذه في حاله الا ما بغيتوش في الظهر بليه، تفصلوا تقطعوا هذا الجزء على 2 وتاخذوا تفصلوا الجهه ديال الخلف بوحدها والامام بوحديته، هذا الشيء اللي كاين. اما الا بغيتوا البليه تجيكم في الظهر وفي الامام طويو على 4 بهذه الطريقه. هذه هنا العرض كيخصو يكون عندنا واحد تقريبا 50 سنتيم ولا تكون حتى اكثر، لان التوب اللي كيشط لنا غنستغلو. كتجي العبايه ما شاء الله كتجي غزاله كلوش من الاسفل. شنو غادي ندير؟ غادي نحسب 8 سنتيم ولا 10 على حسب البليه شحال ما بغيتوا فيها نتوما. مثلا 10 سنتيم، 10 هي هذه 10 سنتيم اللي غادي نحسب فيها على طول الموديل. حنا اصلا نحسبو غير الهونش، ما غتوقف هذا القياس هذا، غنمشيو نيشان للجلايد، هادشي اللي كاين. اول حاجه كنديروها اخواتي غادي نجي لهنايا، هاد 10 سنتيم باش ما ديرونجيكمش، يا اما كتخليوها تركو هاد 10 سنتيم هكذا، نقرب لكم الصوره اكثر بهذا الشكل. اما ما كنحسبوهاش وكنجي نبدا نحط القياس ديالي من هنا، نحط القياس ديالي من هنا، ولا كاينه طريقه اخرى انكم تطويو هذا الجزء هذا بهذا الشكل، بهذه الطريقه تثبتوه بالدبابيس بالفنيتات، كتثبتوه هكذا، كتثبتوه كامل وكتبداو تحطوا القياس ديالكم في هذه الطريقه حتى هي كتجي مزيانه. كتبداو تحسبوا القياس ديالكم 8 سنتيم هذا الى اخره، صافي. غادي نخليها انا بهذا الشكل هذا، والاحسن غادي نشرح لكم على الواقع حيت انا باش نطراسي فيها كتجي شويه كيبدا يتحرك التوب، معليش ماشي مشكل نحاول معاه ان شاء الله. اذا عندي 8 سنتيم هكذا، الخلف كنزل ب 2، نتمنى ان شاء الله يكون واضح. والرسم التقويره ديالي بالنسبه للامام غادي ننزل 13 سنتيم ولا 12، من الاحسن 12، من هنا لهنا 12 سنتيم هكذا، 12 سنتيم صافي.
12 ولا نديرو القياس اللي يكون كافي، من الاحسن تكون 14 سنتيم تكون افضل. 14 يعني كيدخل الراس بسهوله، ما فيه لا فتحه لا في الامام ولا في الخلف ولا حتى شي حاجه، كتجي سهله صافي هكذا، حيت ملي كتخيط ديك البليه كيجيكم الموديل ساهل صافي. وغادي نحسب من هذا، من هذا الخط هذا من هنا لهنا، نصف عرض الكتيف زائد 1 سنتيم الخياطه، ننزل من هنا لهنا بثلاثة ونلاقي هذه النقطه لعند الرقبه. كناخذ من هذه النقطه لهنا نصف عرض الكتيف، شتي ما كيجيش واضح مزيان، اذا الورقه احسن. نعتبر مثلا هذا هو اللي مطوي على 4، يعني هو هذا، هو هذه القطعه هذه صافي، هكذا يكون احسن. قلنا عندنا نصف عرض الكتيف، هذيك القيمه ديال 10 سنتيم حنا ما حسبناش، يعني خاصني اصلا نطوي لكم الورقه تكون احسن. فرض مثلا هذه هي 10 سنتيم اللي خلينا حنا في الثوب، هي هذه 10 سنتيم بهذا الشكل، هذا 10. نحاول نقاد هذه الورقه صافي. كنبدا نحط المقاسات، نصف عرض الكتيف زائد 1 سنتيم، ننزل بثلاثة سنتيم، عندي من هنا لهنا 8، كننزل من هنا باثنان سنتيم ديال الخلف، 2 سنتيم. غادي نلاقي هاد النقطة اللي طيحت الكتيف بثلاثة سنتيم مع هادي، كننزل من هنا لهنا ب 14 سنتيم هكذا، بهاد الطريقة هادي 14 سنتيم، مكتحتاجو لا فتحة في الظهر ولا في الأمام، يعني العادية كتجي سامبل سهلة. غادي نجي من هنا لهنا كننزل نصف عرض الكتيف زائد 2 سنتيم ولا 3 الا كانت السيده زايده شويه الوزن صافي. وكنبدا نحط المقاس، شنو هو؟ غادي نحط ربع الصدر زائد 3 سنتيم، الرباع ديال الصدر زائد 3 سنتيم هي اللي كنزيدها بهذه الطريقه. كننزل من هنا نيشان، غادي نوريكم كيفاش كناخذ القياس ديالي انا. كناخذ السنتيم بهذا الشكل، يعني السنتيم يكون مزير ما يكونش مرخوف بهذه الطريقه هذه. الدوره الصدر كامله سنتيم نكون لاصق ما يكونش مرخوف، نفس الطريقه بالنسبه للحزام وليهونش. ربع ربع الصدر كنزيد عليه 3 سنتيم. ناخذ من هذه النقطه هذه ونحط طول الصدر، يعني من الكتف حتى البلاصه اللي كتحزم فيه السيده بلاصه ديال الحزام، ونحدد ربع الحزام زائد 3 سنتيم، نلاقيها مع هذه بهذه الطريقه هذه. من بعد كنحط من هنا لهنا طول، كنسميه طول الورك، من هنا من هذه النقطه حتى البلاصه ديال لي هونش، هذه النقطه هذه نحط كذلك ربع الورك زائد 3 سنتيم، ونوصل هذه النقطه لعند هذه. دابا من بعد من هنا كنمشي نيشان الكلوش اللي عندي كامل كنستغلو، كيف قلت لكم يعني 50 سنتيم من هنا، يعني محسوبه هذه العشرة محسوبه من هنا لهنا، راه كتكون عند تقريبا 50، وبغيتو اقل ولا هذا اللي بغيتو، كيشد لكم الثوب بزياده، يعني الا كانت السيده ضعيفه شويه راه كيبقى لكم اكثر من هذه القيمه هذه، حيت فاش كتنقصوا لكم الا كانت السيده شويه ضعيفه، يعني ما كاينش هذا القياس، هذا الكتاف عندها صغار مثلا، القياس اللي حطينا يبقى لكم الثوب اكثر صافي. ان شاء الله يكون واضح. وغادي نوصل هذه النقطه هذه، يا اما كتاخذوا من عند الورك تمشيو نيشان، ولا اللي بغات اتساع اكثر غادي تجي من هنا تحسبيه من هنا لهنا، تنزلي بثلاثه تمشي بالكلوش كامله بهذه الطريقه هذه، حتى هي كتجي مزيانه اللي بغات، يعني بحال هذا الشكل هذا. بالنسبه للطول نسيت ما ذكرتوش، الطول زائد 4 سنتيم من عند الحزام، حتى هي ممكن تمشي بالكلوش اللي بغيتو صافي. وكتناخذوا السنتيم نحطوه في هذه النقطه هذه ديال الكتيف، كنبداو ندورو بالسنتيم، نحطو نقيطات هكذا، نحطو نقاط، طول زائد 4 سنتيم اللي كنحطو الطول ديالكم زائد 4 سنتيم. الطريقه هذه باش كيجيونا داك الجناب طالعين، ولا كنطلعوا مثلا 3 سنتيم ولا 4 سنتيم في الجوانب ونقطعوا هاد البلاصه صافي. فاش كنجيو نفصلوا كنقطعوا هاد الخلف هو الاول هكذا، نفصلوا كلشي كنقطعوا هنا، التركيز كترسموه بالبيروكي مسطره ديالو اولا باليد، يعني هاد القيمه هذه من هنا لهنا كتعاودوا تطلعوا بها تزيدوا عليها 1 سنتيم، ترسموا التقديره ديالكم صافي. بالنسبه للامام راه حنا كنقسموا هاد العدد على 2، كندخلو باثنان، كنرسمو التقويره ديالنا بهذا الشكل هذا هكذا صافي، حاجه سهله. بالنسبه للامام هو واضح، دابا من قطعنا الجهه الخلف راه كنزولو الجهه القطعه ديال الخلف كنحيدوها صافي، سالينا منها، وعاد كنديرو التعديلات. هذه القيمه اللي دخلنا راه كنديروها في الامام، بالنسبه لهنا للامام عاوتاني كنقطعو الجهه الامام
هاد الشكل هذا هكذا. طبعا نكملوا الشرح على التوب. نقطعوا بحال اللي شرحت لكم التقويره ديال الخلف، وكذلك بالنسبه لهنايا حرده الابط كنزولوا الجهه ديال الظهر هي هذه، ضروري ما كنديروا حتى هي فيها علامه، يعني هاد 10 سنتيم حتى هو كنحددوها بهذا الشكل هذا في الخلف. كنزولوا الجهه ديال الظهر هكذا نحتفظوا بها، ونكمل في الصاله ديالي بالنسبه للامام بحال اللي شرحت لكم. من هنا لهنا نقسموا على 2 ندخلوا ب 2 سنتيم، رسموا التقويره ديالنا بهذا الشكل هذا صافي. الجهه ديال الامام راه كنقطعوها هكذا بهذا الشكل هذا، وندخلوا في هذه الجهه هذه اللي قلت لكم حرده الابط. هذه مهمه هذه النقطه هذه، جاوني بزاف ديال التساؤلات ملي حطيت لكم الطريقه ديال كيفاش تصلحوا اخطاء ديال المقاس، جاوني بزاف. ان شاء الله نحاول نجمعهم لكم في فيديو واحد. كاين اللي عنده اخطاء في الكتف في العنق، عفوا العنق جهه كبير كيفاش تنقص منه، كاين اللي قطعت الامام والخلف مره واحده، وكاين واحد الاخ اللي المهم طلع لي اسم ديال ولد ما عرفتش واش سيده اولا سيد، المهم عنده مشكل في جلابه مخزنيه ملي تفصلات جاتو على حسب اللي قال لي هو مشكر، فهمت المعنى ديالها، لان جات نقول لكم جا بحال لي مشنق وقيلة هكذا، ربما على حسب اللي فهمت انا، يعني جاه شويه بحال لي مشنق على ما اظن هكذا. ان شاء الله نعطيكم الحل ديالها، المهم نجمع دوك الاسئله ديالكم كاملين. وحتى الاخت اللي قالت لي علاش كتفصلي الثوب معكوس، علاش كنفصلوا الثوب معكوس؟ كنفصلوا الثوب معكوس على حساب، غادي نشرح لك كيفاش كنفصلوه بالعكس، يعني التنكيس كنسميوه حنا ولا الدخله في خارجه. علاش كنفصلوها هكذاك؟ كنفصلوا اختي هكذاك في حاله الثوب ما كافيش، يعني ما فيش العرض، ما ماشي ما كافيش، باش كنستغلوا ديك القيمه ديك التيسع كنستغلوه. يعني مثلا عندنا حنا جوج وخمسين اولا على حسب الموديل اللي بغينا نفصلو، كنفصلو في عوض ما نفصل انا الامام هنا، فصلت الامام هنايا قدر ما يبقاليش انا الطول ديال القطعه الثانيه اللي نجي نفصلها في هذه الجهه هذه، واخا فهاد اللي هذا كنديرو حنا داخله في خارجه، يعني كتجيني هاد الجهه مثلا الظهر كيجي في هاد البلاصه هكذا، واخا ماشي موضوعنا ماشي مشكل، كيجي مثلا الظهر هنايا، وكنجي انا كنستغل هاد الجزء هذا، ماشي غير انا راه بزاف اللي كيديروها، والامام كنفصلوه في هاد الجهه يعني هكذا. سمحوا لي على هاد الرسمه هذه ديال الزربه هكذا، لهذا كنفصلوا الموديل معكوس بهذا الشكل هذا، يعني هكذا. شوفوا معايا في عوض ما حنا نفصلوا هذه القطعه هنايا، حنا استغلينا الثوب وفصلناهم تقريبا كيجيو في بلاصه واحده، يعني الجهه اللي كتكون صغيره كنديروا فيها الكتاف، وهذه كذلك، يعني على هذا هو السبب علاش كنفصلوا هذا. ولكن ماشي دائما كتكون بهذا الشكل، لان كاين الثوب اللي ما مسموحش بها نفصلوه بهذه الطريقه هذه، ماشي على ما مسموح صراحه، غالبا ما كيكون صالح مزيان يعني تفصلوا هكذا ماشي مشكل. هنا كيبقى لينا باش نفصلوا الكميمات، فصلوا لكم كتجينا سهله، يعني كيشيط لينا الثوب، هذا هو السبب علاش كنفصلوا الثوب معكوس صافي. والاخوات اللي كتقول لي دائما كيوقع لي مشكل ملي كنجي نشد العبار للسيده كيتقلب ليا السنتيم، يعني كننسى وكنحط السنتيم بالمقلوب هكذا اللي فهمت منها، السنتيم كيجي مقلوب. الا كيوقع لك هذا المشكل قالت لك عندها مشكل دائما كطيح فيه، الافضل انك تاخذي السنتيم هاد الارقام اللي عندك هنا هما اللي يكونوا هنايا، يعني مثلا عندك هنا واحد عندك مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة، حتى هنا يكونوا نفس الارقام اللي عندك هنايا صافي، يعني بهذا الشكل مثلا الافضل انك تاخذي السنتيم يكون بحال هنا بحال هنا صافي، باش هكذا غتتفادي المشكل. نتمنى ان شاء الله نكون جاوبتكم على هذه الاسئله صافي. اخواتي ملي كنفصلوا هاد القطعه هذه كنمشيو كنخيطوها من هنا، هاد البليه هي اول حاجه كنبداو نفصلوا بها، كنقلبوا هاد البليه بهذا الشكل هذا على الظهر، هذا هو الظهر مثلا سمحوا لي، هذا هو الظهر، هذا هو الظهر، والداخل هو الوجه. نجي اول حاجه كنبدا بها هي هذه نخيطها قبل ما نسترجي، كنخيط هاد 10 سنتيم هي الاولى باش ملي كنفتحوا الثوب ديالنا، حاول نثبتوا لكم غير بالدبابيس هكذا سمحوا لي هكذا، كتكون عندنا ديك البليكرو فين كنتوقفوا، حاولوا نتوقفوا كنفوتوا الصدر غير شويه. انا عقلتوا معايا المره اللي فاتت حسبت 21 سنتيم من هاد النقطه حتى لهنا، حسبت 21 سنتيم، ممكن توقفوا في ديك البليه حتى لهاد النقطه هذه، وممكن تزيدوا عليها 5 سنتيم، يعني خط الصدر تزيدوا تنزلوا عليه ب 5 سنتيم مثلا بهذه الطريقه هذه مثلا، كنخيطوا غير حتى لهنايا فقط ونتوقفوا، باش ملي كتقلبوا العبايه كتجيكم ديك البليه غير هنايا
هاد البليه ملي كنخيطوها من هنا كنعاودو نخيطوها بهاد الطريقه، نعاودو نثبتوها من هاد الجهه هادي باش كتكون عندنا ديك البليكرون بهاد الشكل هذا. هاد الجهه هاد الامام والجهه الخلف نفس الطريقه، حتى هي كنديرو فيها هاد الخياطه هادي هكذا. القيمه اللي ممكن الظهر يكون اقل من هاد القياس اللي نزلتو به، ممكن توصلوا غير الجهه ديال الصدر وتوقفوا كتكون احسن، واللي بغات تزيد تنزل بها ممكن. هانتوما ها هو الظهر، وهذا كتكون فيه حتى هو بليه. كنفضل انا البليه اللي كانت في الامام تكون حتى في الخلف، وكل واحد وطريقه اللبس ديالو شنو كيعجبو يلبس. هانتوما ها هي البليه ديال الظهر، وهذه البليه ديال الخلف ديال الامام عفوا، هكذا ها الامام والخلف. شوفوا فصلوا الكميمات ديالنا الكم كيفاش غنفصلوه، حنا خلينا قطعه بهذا الشكل هذا، قلت لكم كل كم غنفصلوه بوحدو. فتحت التوب ديالي ونطويه على اثنان بهذا الشكل هذا، نعاود نطوي مره اخرى هكذا. يا اما كنبداو نفصلو من هاد الجهه ولا تفصلو من هاد الجهه اللي بغيتو، سهل يعني كيف ما بديتو راه مزيان. غنشوف واحد الورقه نفصل نوريكم نشرح لكم عليها تكون اكبر. مثلا هذا هو، نحاول نشق قطعه تكون مزيان. الطريقه اللي طويت بها التوب هي هذه اللي طويت بها الورقه، نفس الطريقه هكذا. مثلا غتبداو من الجهه اللي مفتوحه، ماشي مشكل. هاد التوب ديالي القياس اللي حطينا حنايا في التركيز، يعني هنايا اولا حرده الابط، هاد القيمه اللي نزلنا بها من هنا لهنا اللي قلت لكم نصف عرض الكتف زائد 2 ولا 3 سنتيم. نصف عرض الكتف على حسب داكشي اللي نزلتو به تما هو اللي تحطوه في هاد البلاصه هادي هكذا، ونقسم هاد المسافه كامله على 2. النصف هو اللي كنعاود نطلع به هنايا، هاد القيمه هي اللي كنطلع بها، ونرسم واحد الخط نيشان حتى للقنت. كنقسم هاد الخط على 2، وهذا على 2، وهذا على 2. هنا كنطلع بواحد سنتيم، وهنا كننزل بواحد سنتيم. نجي من هنايا وندوز على هاد السنتيم هذا، نجي للمنتصف وكنمشي من هنا وندوز على هاد السنتيم ونمشي للنهايه ديال التوب. كاين بعض المرات كنخلي 3 سنتيم ولا 4 وكنجي هكذا بهذا الشكل. هذه طريقه مزيانه، هذه ديروها، عندها واحد الدور في الفصاله، كتجي لكم كيجي مزيان. تفكرت لكم وحتى الاخت اللي كيجيها قالت لك لكم كيجيني من هنا بحال شويه طالع، هاد البلاصه هذه كتجيني طالعه وهذه كتجي شويه نازله. ان شاء الله حتى هي راه غادي نحط لها الطريقه ديالها. دونك هنايا كننزل بالطول ديال لكم، الطول ديال لكم هو هذا زائد 3 سنتيم زائد 6 سنتيم. العرض حيت فيه الخيط المطاطي، العرض ديال الثوب كنحسب من هنا لهنا تقريبا 17 سنتيم ولا 16، كنوصلها لعند هاد النقطه هذه صافي. هذا هو الكم ديالنا، ونقطع الموديل ديالي هنا في الاخير. راه كيتجمع بلاستيك، لاستيك تشوفوا هذاك اللي فيه 2 سنتيم ولا كديروه هنايا، كيجي الموديل زوين. واللي ما بغاش دير لاستيك ما ديرش لاستيك، ماشي مشكل. دونك انا غنحاول نفصلو بلا قواعد هنايا، حيت غير باش نشرح لكم كيفاش. الكميمات ديالنا كيجيو بهذا الشكل هذا، مثلا هذا هو الكم، نقطع هذا الجزء هذا اللي مسدود، كنكونوا سالينا الدرس ديالنا. وتسناو واحد الموديل، انا حطيت لكم فيديو ديالو بزاف اللي بغاوه، واحد الكسيوه ديال توب مسلم، ان شاء الله نطبقها لكم في هاد التوب هذا ان شاء الله باذن الله. صافي اخواتي، هادو هما الكميمات ديالنا، طريقه جد سهله هكذا. وغادي نفصلوا ليها التبطين ديالها كذلك، ها هي الكم ديالنا هكذا كتفصل، طريقه سهله. ها العبايه ديالنا الجهه الامام والخلف، وبالنسبه للتبطين ديال الامام والخلف راه طريقته سهله، يعني كنحطوا هاد الجهه ديال الامام بهاد الطريقه هادي هكذا، حتى نخيطوا البليه عاد كنديروا التبطين حتى نخيطوا البليه. كنجي للثوب كنحطوا هكذا على 2، كنرسم التقويره ديال الامام، وهنا كنحسب النصف ديال الكتف، يعني هاد العرض هذا كنقسم على 2، ناخذ النصف ديالو هكذا بهاد الشكل. كننزل من هنا لهنا تقريبا ب 10 سنتيم، كنمشي لعاد هاد التقويره هادي. هنا التبطين ديال الامام، التبطين ديال الخلف، ديال الظهر نفس الطريقه حتى هو هكذا. انا بزاف كيقولوا لي كتحطي غير الموديلات اللي صعابين، وحنايا باقيين مبتدئات وحنا مازال ما كنعرفوش حتى نحطوا العبار وهذا. المهم مره مره ان شاء الله غير بداو تفكروني وصافي، ان شاء الله نحط لكم الطرق ديال اللي ساهلين هكذا. هذه الطريقه عاوتاني، وهنا النصف ديال الكتف صافي. هنا كتنزلوا تقريبا ب 10 ولا هذا، وكترسموا التقويره ديالكم بهذه الطريقه. هذا التبطين ديال الخلف والتبطين ديال الامام، طريقه جد سهله اخواتي. بلا ما نطول عليكم، صحتكم وراحتكم الدرس اليوم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كنتم يعني
استفدتوا في هذا الدرس اليوم ان شاء الله باذن الله. وكنشكركم اخواتي على الكلام الرائع ديالكم، شكرا بزاف بزاف والله العظيم، انا كتفرحوني بالكلام الرائع ديالكم. والسلام عليكم اخواتي، بلا ما نطول عليكم ندوز الفيديو اخر ان شاء الله نحطه لكم.